افتتح في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة منتدى تعزيز السلم في دورته الثالثة. المنتدى عقد بمشاركة شخصيات دينية وثقافية رفيعة من مختلف أنحاء العالم. عن المنتدى يقول عضو اللجنة العلمية لمنتدى تعزيز السلم: الرسالة الكبرى لمنتدى تعزيز السلم والمؤتمر في ملتقاه الثالث هو تبليغ رسالة السلام. المنتدى أخذ على عاتقه منذ 3 سنوات تحليل هذه المفاهيم وتشريحها والنظر من أين يتسلل التعصب إلى عقول الشباب، من أين يتسلل التطرف الفكري والفكر الأحادي إلى كثير من هؤلاء الشباب حتى في دول الاتحاد الأوروبي. وخلال المنتدى الذي شهد فعاليات مختلفة، كان للاتحاد الأوروبي حضور بارز من خلال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الدين الذي يقول: Religion is not source of war, but source of human dignity, peace. الأديان ليست مصدرا للحرب ولكنها مصدر للكرامة الإنسانية. سوء فهم الدين والتطرف فيه سواء كان لأسباب إيديولوجية بداعي الكراهية ظاهرة سائدة. نحن بحاجة لمعرفة لما يتطرف البعض في الدين. من الضروري على رؤساء المؤسسات الدينية أن يلتقوا مع بعضهم البعض ويقيموا الحوارات مع الناس لكي يدعوهم للعيش بسلام والتعاون فيما بينهم. And they provide answers to live together, not only to exist together, but to live together in peace and cooperation. المشاركون في هذا المنتدى يرون أهمية بالغة في ضرورة التعايش بين الأديان وقبول الآخر. Il faut voir également l'impact de cette conférence sur la relation entre le musulman et le non-musulman, le musulman avec les autres religions évidemment. Et donc dans ce cadre-là, le discours. يجب أن نرى تأثير هذا المؤتمر على المسلم وغير المسلم وعلى علاقة المسلم بالديانات الأخرى. في هذا الإطار إذا كان المسلم واعيا بأن علاقته مع الآخر مبنية على الاحترام والسلام، فذلك سيحل الكثير من المشاكل. احترام الآخر واحترام الديانات الأخرى هو التحدي الأكبر للمسلم في المجتمع الإسلامي. مفادة يورو نيوز إلى أبو ظبي تقول: من أبو ظبي إذن تبدأ دروب السلام والدعوة إلى التسامح بين مختلف الديانات في منتدى يرى الكثيرون أنه أصبح أكثر من ضروري في ظل ما تعيشه الكثير من الدول حول العالم. من أبو ظبي فايزة جارح ليورو نيوز.